المعارضة تقريبا لم تتفق على تكتيك سياسي ممكن لمواجهة جنون اللحظة الحالية. دليل هذا التعقيد هو الاختلاف بين رؤيتي المشاركة والمقاطعة التي تمسك بها بعض الأطراف. في اعتقادك سي عبد الوهاب، هل أن تشتت الأطراف المعارضة وعدم قدرتهم على صياغة الأدنى المشترك بيناتهم يفسر وحده هذا الاختلاف في الرؤى بين مقاطعة ومشاركة وجدوى المقاطعة والمشاركة؟ شوف سيدي، أنا أتصور أن لما إنسان يأخذ موقف المقاطعة فهو يجد أسس لذلك، واللي يأخذ موقف المشاركة يأخذ أسس في ذلك. أنا شخصيا كنت أدعو للمقاطعة معناتها منذ 6 أشهر. نعم. لماذا؟ لأن مشاركتنا في هذه الانتخابات، أولا هي انتخابات الترسانة القانونية متاعها والهيئة اللي تهتم بها موضوع على المقاس لإخراج معين ماشي في اتجاه الانقلابي، وأحنا قلنا هذا انقلاب، وبالتالي لما ندخل في هذا المسار كأننا سنشرع ذلك. نعم. يعني هذا هو السبب. وقلنا أن كما أخذ في المجالس القديمة متاع المجلس الجهات والمجلس يأخذ نسبة قليلة، ونحن نعلن من الآن أن شرعيته لن تكون حتى ولو قام بالانتخابات إلى غير ذلك. هذا هو الرأي، هذا ثم يندفع عليه. الرأي الثاني هو رأي المشاركة. علاش قايل المشاركة مش قصير؟ علاش بدلت رأي؟ لأني أشاهد، رأيت حالة الشعب ورأيت حالة الحالة التي وصل إليها حكم قيس سعيد من انعزال ومن انعدام الشعبية، ومن أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية وكل المحيط هذه الانتخابات تؤكد على أن لو أقيمت انتخابات معينة تكون لها حد أدنى من النزاهة، فإن إمكانية الإطاحة بقيس سعيد عبر الصناديق هو أمر ممكن. وبالتالي هل أضف إلى ذلك أن المشاركة هو لما قال 6 أكتوبر 2024 ما استندش إلى دستوره، دستور 2014، هو كرس دستور 2014. يعني وبالتالي احنا بمقتضى، احنا نشارك هذه الانتخابات بمقتضى تمسكنا بدستور 2014 في هذه النقطة. هو سي عبد الوهاب، نحس بك انك واقع في تناقض معين، تحكي على اجواء انتخابية غير مهيئة، تحكي على ترسانة قانونية مفخة وملغمة ووضعت لإخراج معين، تحكي على هيئة غير مستقلة للانتخابات. نزيد نحكي معك انا على انه القضاء اصبح وظيفة واصبح موظف ولا يلعب الدور المنوط به. تشوف انه المناخ السياسي تقريبا مغلق، الفضاء الاعلامي تقريبا مغلق، تشوف انه الاعتقالات متواصلة، مساجين سياسيين الى حد الآن عندهم تقريبا 16 و17 شهر ما زالوا في السجن، ما ثمش حتى بادر لإخراجهم أو لحالة ملفاتهم. نعم. يعني هذا المناخ المغلق الآن وهذا الأفق المغلق، وأحزاب معناها مش قاعدة تنشط ومقرات مسكرة وأحزاب محاصرة واجتماعات محاصرة، يعني هل هذا مناخ حقيقي لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية فيها حد أدنى من النزاهة؟ خلينا نقول نعم، هذا كلامك صحيح صحيح جدا، وفعلا هذا هو الموضوع. لكن خيار المقاطعة خيار المقاطعة بهذه الأسباب الوجيهة سيؤدي حتما إلى أن قيس سعيد سيكتفي حتى بال10% من المشاركين في الانتخابات، اللي هم سيطولوا من 99% وماش يخرج على أساس أنه طيب نمشي معك. لا خليني أكمل لك النقطة. لهذا السبب أنا ماذا قلنا؟ نقول أن حتى ولو هذا هو الوضعية القانونية والفنية والهيئة بتاع الانتخابات اللي مش تؤدي إلى انتخابات على المقاس، فإن هناك عنصر آخر هو الإرادة الشعبية في التغيير التي نلمسها في كل اليوم، في كل معنى مناحي الحياة الاجتماعية في تونس. الناس اليوم أصبحوا في درجة من أنهم يريدون التخلص من هذا الكابوس. أنا نذكر كتبت رسالة لصديقي قيس سعيد بحكم معرفتي له، وهو معناتها على كلمة حميمية صديقي رأس عبد الله. نعم كلمة حميمية صديقي. للأسف الشديد هو كان صديق معناتها في فترة من الفترات، ثم ولا زميل، ثم ولا معناتها ناشط سياسي إلى غير ذلك، واليوم مترشح. كتبت رسالة فسرت له فيها بكل معناتها تجرد الوضعية نتاع الشعب، وأن هو فعلا أخطأ لأنه غير مؤهل لهكذا منصب في رئيس الجمهورية. نعم. غير مؤهل لأسباب عديدة ما نحبش ندخل فيها، مذكورة في الرسالة.
وأنه عليه اليوم فعلا اليوم أن لا يترشح من جديد، لأن ترشحه من جديد وخاصة وبعدها وفوزه المحتمل للانتخابات على قاعدة هذه البيئة الانتخابية المفخخة، فإنه سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الوطن وعليه هو نفسه. نجيو للمخاطر بالتفصيل.